بحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية للقوات الأمريكية في أفريقيا، فإن البيان يتحدث عن استهداف لجماعة الشباب التي وصفت بالإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المركزية للصومال. وتؤكد القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الاستهداف تم بطائرة مسيرة، ولم يسفر عن سقوط أي مدنيين خلال الاستهداف. وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ستكون مستمرة باستهداف عناصر الشباب لأنها تضر بالمصالح المرتبطة بالحكومة الصومالية، وأيضا بالمصالح الأمريكية في منطقة القرن الإفريقي. وأشارت إلى أن هذه الجماعة دأبت على استهداف الجيش الحكومي للصومال، وأيضا على استهداف المدنيين، ولذلك تعتبر هدفا مشروعا للولايات المتحدة، وذلك بعد التنسيق مع الجيش الصومالي والحكومة المركزية الصومالية. هذه يعني هناك في البيان يتحدث عن سقوط 13 قتيلا، ولكن بعض وسائل الإعلام تحدثت عن سقوط 14 قتيلا. قد يكون الخلاف ناجم عن إصابة أحد العناصر ومن ثم وفاته في المستشفى في وقت لاحق، لكن بحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية للقوات الأمريكية في أفريقيا فإن القتلى كانوا 13 عنصرا من عناصر الشباب. كان البيان الذي صدر عن القيادة المركزية مقتضبا جدا ولم يشتمل على الكثير من التفاصيل، ولكن يبدو أن العمليات الأمريكية في منطقة القرن الأفريقية مستمرة وسوف تستمر طالما وجود أي تهديد يهدد هذا مصالح الولايات المتحدة ومصالح حلفاء الولايات المتحدة في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. من واشنطن مراسل الغد سهيل الشاعر، شكرا جزيلا لك.